المحتال يبحث عن ثغرة ليتصيد ضحيته، والفضاء الإلكتروني بات يفتح شهية المحتالين لتتعدد الوسائل التي تسمح باختراقه للحصول على الأموال غير المشروعة. إلا أن السلطات السعودية تواجه عمليات الاحتلال هذه عبر سلسلة من الإجراءات التجريمية التي تنص على عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات. ومن جانبهم يؤكد مختصون إنه لابد من توحيد الجهود في تقفي شبكات الاحتيال هذه. الحمد لله المملكة العربية السعودية التفتت في الآونة الأخيرة، الآن لم تصبح هذه الإشكالية محل نظر في البنك المركزي فقط، تم تدخل جهاز أمن الدولة وتدخل جهاز أجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية لحصر وتحجيم هذه الظاهرة التي أصبحت يعني بشكل كبير جدا موجودة، والمتضرر منها طبعا المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية. تعددت الحيل واختلف أسلوبها بين اتصال ورسالة نصية وغيرها، والكل مجمع على خطورتها رغم بساطتها ظاهريا. احنا بنعرف عن طريق الاهل والاصحاب، في ناس صراحه يعني وقعوا في هذه المواضيع وصرنا يعني الواحد ياخذ حذره كثير يعني، فمتجاهل يعني المواضيع هذه. جاني اتصال اكثر من مره على انه بنك، فانت عارف الوضع، انا فعرفت ان ما في احد يطلب منك اصلا، تجيني رسائل من البنك ان حتى موظف البنك ما يطلب منك رقم شخصي او رقم بطاقات. لكن الرساله التحذيريه التي ينصح بها الخبراء هي تجاهل هذه المكالمات والرسائل وعدم الاستجابة لها والتروي وعدم إعطاء أي معلومات شخصية عبر الهاتف. حالة الاحتيال المصرفي باتت تتخذ أشكالا عدة، يعتمد بعضها على أساليب متطورة بهدف الإيقاع بفئات مختلفة في المجتمع في شباك المحتالين، مما يستدعي من السلطات بدورها توفير وسائل مبتكرة للقضاء على هذه الآفة الخطيرة. علي الشريف، سكاي نيوز عربية، الرياض.